السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية يا رب. اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم الفلفلة معمرة بالروز والكفتة بواحد الطريقة اللي سهلة وسريعة كتجينا جد رائعة، يعني واحد الوصفة اللي كتجينا بنينة بزاف. غندوزو على بركة الله وغاد نشوفو المقادير وطريقة التحضير ديال هاد الوصفة. عندي هنايا 4 الحبات ديال الفلفلة خضراء، يمكن لكم تستعملوا أي نوع ديال الفلفلة. غسلتها مزيان وحيدت لي هذاك القلب الوسطاني اللي فيه الزريعه. عندي هنا زلافه ديال الروز اللي مسلوق نصف سلقه، سلقته في الماء مع القليل ديال الملحه وخليته حتى استقطر. كيف ما كتشوفوا عندي هنا زلافه، وعندي جوج حبات ديال الماطيشه كبار محكوكين والكفته، وعندي القليل ديال القزبر والمعدنوس اللي مقطعين رقاق. عندي واحد ملعقه كبيره ديال الماطيشه ديال الحك، وواحد ضامتي ديال الزعفران، وجوج فصوص ديال الثومه محكوكين. عندي نصف كاس ديال زيت الزيتون اللي يمكن لكم تعوضوه بزيت المائده. وبالنسبه للتوابل عندي ملعقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، ملعقه صغيره ديال التحميره، ونصف ملعقه ديال سكينجبير، ونصف ملعقه صغيره ديال الكركم، والقليل ديال الابزار، وملعقه صغيره ديال الملحه. دابا غادي نوضع هاد المكونات كلهم جانبا. غدا ناخذ اناء، اول حاجه غدا نوضع فيه هذا الروز، الزلافه اللي عندي ديال الروز. بالنسبه للروز يعني نسلقوه غير نصف سلقه فقط، حيت باقي غادي يطيب لينا مع الفلفله. غدا ندير هاد زوج حبات ديال الماطيشه محكوكين، غدا نضيف هاد الكفته، وهاد القزبر والمعدنوس اللي مقطعنا رقاق. غدا ندير هاد المكونات كلهم اللي سبق لكم شفتهم، يعني كلهم غدا نوضعهم في هاد الاناء. هنا غدا نوضع هاد الماطيشه ديال الحك مع داك الثومه محكوكه مع داك ضامتي ديال الزعفران. دابا غدا نضيف هاد التوابل، ونضيف هاد النصف كاس ديال زيت الزيتون، وغدا نضيف كذلك واحد نصف كاس ديال الماء. ودابا غادي نحاول نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم بيدي مزيان. يعني كيف ما شفتوا يعني الطريقه يعني سهله وسريعه، كنديروا المكونات في مره ونبداو نعمروا في الفلفله ديالتنا، يعني ماشي ما كاينش شي تعقيدات، يعني الطريقه يعني سهله وسريعه. ناخذ كوكوط، انا خديت هنا كوكوط صغيره، غدا نوضع فيها القليل ديال هاد المكونات، يعني واحد القليل في الكوكوط، والباقي نخلي نعمر به الفلفله ديالتي. هانتوما كما شفتوا يعني نوضع غير القليل. ودابا غدا نبدا ناخذ الفلفله ونعمر فيها هاد الكفته وهاد الروز، يعني وهاد المكونات اللي عندي كلهم. هانتوما يعني على هذا الشكل، هذا نحاول ندخل يعني لداخل.
يعني هاد الوصفه اخواتي يعني كتجي رائعه، كتجينا بنينه بزاف، ويمكن لكم انكم توجدوا هاد الوصفه، يعني وصفه الغداء ولا الوجبه الغداء عفوا ولا الوجبه العشاء، يعني واحد الوصفه اللي رائعه وصار الصراحه يعني صالحه لهذا الوقت ديال الصيف، يعني واحد الوجبه يعني صالحه لهذا الوقت هذا. بعد ما عمرت الفلفله ديالتي كلها، شويه ديال الروز اللي بقى لي غادي نوضعه من الفوق، ودابا غادي ندير القياس ديال الماء، غير القياس، ما نكثروش الماء بزاف، غير القياس اللي طيب لينا فيه هذيك الفلفله ويزيد يطيب لينا هذاك الروز. ودابا غادي نقفل على الكوكوط ديالي وندير على النار مهيله، يعني ما نديروش نار متوسطه ولا نار مجهده، يعني على نار مهيله، من بعد ما ندير نقفلوا الكوكوط ونديروا على النار مهيله وتطيب لينا يعني على خاطرها، ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي. الكوكوط ديالي من بعد ما حيتها على النار غادي نشوفوا الشكل النهائي، ها نتوما كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش نحطها، نحط هاد الفلفلة في الصحن ديال التقديم، والشكل النهائي ديال الفلفلة هو هذا، يعني واحد الوصفة اللي كتجي رائعة، يمكن لكم تحضروها لوجبة الغداء ولا لوجبة العشاء، يعني واحد الوصفة اللي خفيفة وكتجي بنينة بزاف. نتمنى من الله ان هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايكات، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.